يا مساء الخير والحب والسعاده على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى ان على شاشه القناه الاولى بكون معاكم كل يوم حد رانيا السيد. تعودنا معاكم دايما في حلقاتنا في ان اننا دايما بنتكلم عن كتاب جديد او موضوع جديد، انما النهارده معانا موضوع مختلف تماما. النهارده معانا كتاب مهم جدا وهو مهم بالتحديد لكل ست ولكل بنت في مختلف المراحل العمريه اللي بتمر بيها، الكتاب اسمه منزل مليء بالفراوله، للدكتوره ايمان جمال اخصائيه التغذيه العلاجيه ومدربة الصحه. هنعرف ايه من دكتوره ايمان جمال؟ هنعرف منها من خلال كتابها كمان النهارده معلومات مهمه جدا عن التغذيه السليمه وكمان عن التغذيه الصحيه النفسيه اللي ليها علاقه بنفسيه المراه واعتقد ان ده يهمنا كلنا كستات هنتكلم عن التغذيه من وهي طفله لحد كل مراحل حياتها ولحد كل المراحل اللي بتمر بيها.